الفيديو بتاعنا النهاردة من سلسلة اصنع بنفسك او دي اي واي، هيكون عن حاجة منتشرة دلوقتي جدا في السوشيال ميديا، الشغل بيها وفيديوهات ليها. هنعمل مع بعض النهاردة عجينة الورد الروسية او السلك بلاستر. هنعملها بمكونات وحاجات متوفرة في البيت معنا ونقدر نجيبها بسهولة وسعرها مش غالي. الاول هنحتاج كونتينر او هنحتاج علبة فاضية بغطاء يكون محكمة الغلق عشان تمنع الهواء يخش للعجينة بعد ما نعملها فما تنشفش. اول حاجة هناخد معلقة كبيرة من البيكنج صودا، بس نتأكد ان هي بيكنج صودا مش بيكنج باودر. ومعلقة تانية زيها من بودرة التلج بتاع الاطفال. وهناخد معاهم معلقة غيرة، الغيرة الأبيض اللي هو بتاع الخشب العادي. وهنقلبهم كويس. وهنحط عليهم معلقتين معجون حائط. هنقلبهم كويس تاني.
واخر مكون عندنا القطن اللي هو بيبقى موجود في الحفاضات بتاعه الاطفال، بس اهم حاجه اللي هي النوع اللي بيبقى فيه القطن، عشان في نوع تاني بيبقى فيه جل ده مش هينفع معانا، فنتاكد ان هو غالبا بيبقى في الحفاضات اللي هي نوعها رديء شويه، يعني مش زي بامبرز والحاجات دي لا، عشان بيبقى فيها جل احنا عايزين القطن، فنجيب نوع فيه قطن كويس زي ده. وليه القطن ده مش القطن العادي بتاعنا الطبي؟ عشان القطن ده الفايبرز بتاعته قصيره، فمش هتبان معانا قوي في العجينه واحنا شغالين، وفي نفس الوقت هتدينا تماسك للعجينه مع بعضها وقوام كويس. هناخد شويه وبرده نرجع نفككهم كده بايدينا واحنا بنحطهم جوه العلبه. نقلب شوية دول كده كويس، نتأكد ان احنا بنقلب كويس لان هو ده اللي هيتدخل مع العجينة ويديها قوام ويساعدنا بعد كده في الشغل. طبعا احنا ممكن نزود تاني عادي زي ما نحب، يعني لما نلاقيها خلاص بقت قوامها احنا كده بادين عنه وكويس للشغل. نقلب تاني نزود تاني اوب لو لسه العجينه بتلزق معانا ممكن نحط لها بودره الكلك، نزود لها شويه تمسك معانا اكتر. نحط لها شويه بودره الكلك اهم حاجه في العجينه دي التقليب الكويس عشان المكونات كلها تتمزج مع بعضها، والقطن اللي احنا حاطينه القطن هو اللي بيعمل الشكل ده. هنقلب تاني
هحط شوية باودر تاني. هنحطهم حبة حبة. هنزودهم، ممكن نزود معاهم شوية قطن برضو. احنا يعني بنبدأ نظبطها كده زي ما احنا شايفين القوام بتاعها معانا عامل ازاي. يعني لو خفيفة قوي هنبدأ نحط لها الحاجات دي تمسكها ونظبطها مع بعضها. كده اهي خلاص، احنا تقريبا شبه وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه. بس نقلب بس مره كمان، نتاكد ان كل الفايبرز بتاعه القطن دخلت معانا في العجينه. هي متعبة شوية في موضوع التقليب ده بالذات، لما بتبدأ تمسك نفسها كده بتبقى يعني زوجتها عالية. بس ايه، عشان نتأكد ان هي هتبقى في الشغل معانا كويسة مش سايحة. هناخد معانا جزء كده نجربه. ونقفل العلبة عشان تنشفش زي ما قلنا، تنفع في الاستخدام بعد كده. نعجنهم برضو تاني الحبة اللي احنا اخدناهم برا كويس، عشان لو في اي حاجة مش متداخلة مع بعضها نظبطها. قوامها جميل جدا ومناسب للشغل. لو حد حابب ان هو يبقى القوام بتاعها ماسك اكتر من كده، ممكن يزود شوية تاني بودرة التلج، او يزود شوية قطن تاني على حسب ما هو بيحب يشتغل بيها. ايه، هنفردها كده وهنبدأ نجيب السكينة اللي هنشتغل بيها. واهم حاجة عندنا السكاكين اللي بنشتغل بيها، اللي هي دي السكاكين الرسم دي، تبقى نظيفة. يعني ننضفها كويس كل ما هنكون هنعمل شغل جديد. هنبتدي نسحب منها كده.
كده اهي معايا اهي، ممكن نلفها دي براحتنا كده اهي معانا اهي. كرومها رائع. ونقدر ايه نظبطها بايدينا متلزقش. هنجرب مرة كمان اهو كده كده، وننضف السكينة زي ما قلنا. لو عايزين نعملها أدخن يعني عجينة جميلة جدا في الشغل، وقوامها طلع رائع وممتاز. يا رب يكون الفيديو النهاردة كان مفيد وعجبكم، ولو جربتوه برضو قولولي النتيجة طلعت معاكم ايه، وياريت يبقى لايك وسبسكرايب للقناة لو الفيديو بتاعي ده كان مفيد ليكم.